السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. فيديو النهاردة ان شاء الله فيديو مميز جدا وعالي جدا في القيمة. وفي الفيديو النهاردة بإذن الله انا هكلمكم على سورة عظيمة جدا، هنيئا لمن يقرأ هذه السورة وهنيئا لمن يداوم على قراءة هذه السورة المباركة، لأن هذه السورة يا جماعة لها أسرار كثيرة جدا ولها فوائد لا تعد ولا تحصى. بفضل الله داوم عليها بس، وداوم على قراءتها بالطريقة اللي أقولها لك، وانتظر معجزات تهبط عليك من السماء بإذن الله تباعا. وهذا تعبير مجازي، بمعنى أن يحدث معك في حياتك من أرزاق وأموال ومن قضاء حاجات ومن هيبة وقبول ومن نصرة على ظالم ونصرة على مشاكل بما يشبه بالمعجزات. أي من الممكن أن تكون شخص محاطا بالديون وأن تكون شخص تواجه مشاكل وأزمات كثيرة، وبسبب هذه السورة طبعا بفضل الله عز وجل تجد حياتك بعدها تغيرت وانقلبت رأسا على عقب من أولها إلى آخرها. فطبعا السورة اللي نتكلم عليها النهاردة سورة عظيمة جدا وأسرارها كثيرة جدا، يعني عايز أقول لكم يا جماعة أسرارها كثيرة بشكل غريب. بإذن الله بمجرد أن تقرأها وتطبق الفايدة اللي زي ما قولها لك بالظبط، وهذه الفايدة بتتعمل في يوم واحد بس، هتحصل لك أو هيحدث لك أو هيحصل لك الفوائد التالية. أول فايدة هتحصل لك بإذن الله بعد أن تقرأ هذه السورة إن شاء الله هي قضاء الحوائج. طبعا كتير مننا واغلبنا بيبقى ليه حاجات او بيبقى ليه اهداف او بيبقى ليه امنيات او بيبقى ليه بعض الامور اللي نفس الله تعالى ييسر في اموره حتى يحصل عليها. انت شخص بيبقى لو سألتك مثلا كشخص انت بتتابعني حاجتك ايه او هدفك ايه او امنيتك ايه، هتقول لي ايه مثلا؟ هتقول لي مثلا انا حاجتي ان انا نفسي اشتري منزل. اسأل شخص تاني يقول انا حاجتي ان انا نفسي اتزوج، شاب ونفسي استقر واتزوج. اسأل شخص تالت انت حاجتك ايه؟ هيقول لي مثلا حاجتي ان انا استقر في حياتي، ان انا اعيش مرتاح البال، لان راحة البال دي نعمة اصلا، مش طايق. في ناس كتيرة تلاقي معاها فلوس بس مش طايلينها، فيقول لك حاجتي ان انا اعيش مرتاح البال، ما يبقاش عليا ضغوطات ولا عليا هموم ولا عليا مشاكل. فكل حاجة بتختلف. فالفايدة دي بإذن الله مفيدة جدا في قضاء الحوائج لو انت عملتها بنية قضاء الحوائج او عملتها بنية قضاء حاجة معينة. يبقى إذن دي أول ثمرة أو أول سر أو أول حاجة هتعود عليك من هذه الفائدة، وهي قضاء الحوائج. أما الأمر الثاني بإذن الله اللي هتفيده ليك هذه الفائدة هي علاج الآفات وعلاج المشاكل. علاج المشاكل طبعا كتير مننا جماعة بيبقى مواجه بعض المشاكل في حياته، سواء ديون أو فقر أو أزمات، سواء هذه الأزمات كانت أزمات مادية في حياتنا المادية أو كانت أزمات روحانية ونفسية. ما هو أنت ممكن تبقى شخص عدوك الوحيد هو نفسك، كل لما بتخش في أي أمر بتلاقي نفسك بتتغلب عليك فعايز انتصار على نفسك. عندك يأس وعندك إحباط بشكل غريب. الناس يا جماعة اللي بتأذي نفسها دي بتأذي نفسها ليه؟ هو بيبقى عنده إحباط وبيبقى عنده يأس، يأس من المجتمع، فالألم النفسي أو الروحاني بيبقى عنده في أقصى درجاته. عشان كده أنا دايما أنصح أي حد لو لقيت حد تعبان نفسيا على طول خليه يلجأ للقرآن ويبقى عنده أمل، لأن الأمر ده هيغير حياته كلها، لأن الله تعالى بيحب المتفائلين، بيحب الناس اللي بتتفائل، بيحب الناس اللي بتلجأ إليه. فالفايدة ده عظيمة جدا 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 يا جماعة في علاج كافة المشاكل وكافة الأزمات. وعلى فكرة الكلام ده أنا مش مبالغ فيه، أنت بمجرد ما تقرأها أنت بص اللي هيحصل لك معانا. بص يا جماعة، أنا اللي مخليني واثق إن أنا المتابعين بتوعي بيحصل معاهم حاجات كتير، فاهمين يا جماعة؟ وإلا ما كانتش القناة كبرت، خلي بالكم ما القناة بتكبر بالمصداقية. أما تالت فايدة إن شاء الله بمجرد أن تقرأ هذه السورة بهذه الطريقة، تالت فايدة هتحصل معاك بإذن الله هي تيسير الأمور والرزق. يعني إيه عبد الله تيسير الأمور والرزق؟ سهلة، أمورك الصعبة أو المشاكل الصعبة أو أمورك في عملك أو أمورك في مجال الأسرة أو في مجال المنزل هتتيسر. والرزق تيسير الرزق. يعني إيه تيسير الرزق؟ يعني لو انت عندك مانع او عائق خاص بالرزق زي تعطيل الرزق او زي وقف الحال او زي سحر وقف الحال. في سحر على فكرة يا جماعة بيبقى بوقف الحال، ووقف الحال مش للزواج بس، خلي بالكم، لان ده فهم مغلوط. في ناس فاهمة ان سحر وقف الحال ده وقف حال بالزواج بس، وده غلط. السحر ممكن يتعمل لك وقف حال خالص، زواج، علاقات، كل حاجة. عشان كده تلاقي شخص، والله يا جماعة بصوا، تلاقي شخص كده كان كويس وفي قمة الثراء تلاقيه فجأة انعزل عن الناس، تلاقيه فجأة ما بقاش هو ده الشخص اللي الناس تعرفه.
أما آخر ثمرة بإذن الله تحدث لمن يستخدم هذه السورة ويستخدم هذه الفائدة هي النصرة والانتصار الشامل. لو أنت كان عندك أعداء أو كان عندك بعض الناس اللي بيتكلموا عنك بالسوء أو عندك بعض الأعداء في مجال عملك أثروا عليك في مجال عملك ومش عارف إنك تتجاوز هذه المشاكل، الفايدة ده عظيمة جدا إن هي تجعلك تنتصر عليهم، إن هي تخليك تنتصر على أعدائك وتنتصر على يبقى النصرة بتاعتك نصرة شاملة يا جماعة، تبقى منتصر انتصار شامل. فبالتالي لو كان عندك أعداء أو كده الفايدة ده عظيمة جدا وهتفيدك جدا 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 يا جماعة في الانتصار والنصرة الشاملة. يعني بإذن الله باستخدام هذه الفائدة هتنتصر انتصار شامل بإذن الله على أعدائك وعلى مشاكلك. فهبدأ إن شاء الله في ذكر اسم السورة وذكر تفاصيل الفائدة. بس قبل ما أبدأ أتمنى لو أنت جديد معايا في القناة تشترك في القناة، ولو أنت معايا قديم في القناة اضغط على زر اللايك، ادعي لي دعوة في التعليق بالتوفيق. يلا بينا على طول نبدأ في ذكر التفاصيل والفائدة بإذن الله. السورة اللي هنتكلم عليها النهاردة واللي هنستخدمها النهاردة بإذن الله هي سورة الصافات، سورة الصافات. هذه السورة العظيمة وهي طبعا من السور المكية وعدد آياتها 182 آية. فكان بعض العارفين يعني والزهاد كانوا يسمونها بسورة الرحمة، وبعض الرقاة من قوة هذه السورة العظيمة كانوا بيسمونها بسورة الصاعقة، نظرا لأنها تصعق الجن اللي موجود في الجسد لما كانوا بيعالجوا علاج روحاني. وكانت أيضا بتسمى بالسورة الناطقة، لأن هي لما بتقرأها على حد ممسوس كان بينطق ما بداخله من جان، وكان بيعرف الراقي يخرجه منه. ده طبعا الراقي الحقيقي، مش الناس اللي هم يقول لك على اسمه راقي وهو مش راقي اصلا. وطبعا الصافات قيل انهم الملائكه كانوا متصفين يعني مع بعض، عشان كده حتى يقول لك سميت بسوره الصافات. اذا اردت ان تحصل على الثمره وتحصل على الفايده كامله ان شاء الله، كل اللي اطلبه منك ان انت هتيجي يوم الخميس اللي هي ليله الجمعه. هتاتي يوم الخميس اللي هي ليله الجمعه وتستحضر النية لله عز وجل اولا، ثم تكون طاهر الثياب والبدن وتكون متوجهة للقبلة. والقراءة اللي هتقرأها في هذه الفائدة تبقى صوتك مسموع فيها. يعني ايه مسموع فيها؟ يعني وانت بتقرأ صوتك يبقى عامل زي كده، ما تقراش في سرك. والفائدة دي انت بتعملها لنفسك بس، يعني ما ينفعش حد يقول لي ينفع اعملها لحد، لا اعملها لنفسك بس. اول ما هتيجي باذن الله في ليلة الجمعة اللي هي يوم الخميس بعد صلاة العشاء، اول حاجة هتقوم بقراءتها ان شاء الله هي لا حول ولا قوة الا بالله. هتقول هذا الذكر 313 مرة. بعد ما هتقول لا حول ولا قوة إلا بالله 313 مرة تقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 21 مرة. بعد ما هتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 21 مرة هتقول الله أكبر 99 مرة، الله أكبر الله أكبر 99 مرة. بعد ذلك هنيجي للخاتمة وحسن الختام بتاع الفايدة، وهي ان انت هتقوم بقراءة سورة الصافات مرة واحدة فقط. ثم بعد ما تخلص هذه الفائدة خالص، يعني بعد ما تخلص الحاجات كلها، تقوم بالنوم اذا اردت النوم. واذا لم ترد النوم فحاول ان تقلل في كلامك مع الناس بعد ما تطبق الفايدة في اليوم اللي هتعمل فيه الفايدة. فضل الله، شفت الثمرات اللي قلتها لك في بداية الفيديو هتحدث معك بحذافيرها ان شاء الله. شرح الفوائد كلها والطريقة والتفاصيل أنا كاتبها في صندوق الوصف. وبكده يكون الفيديو خلص، أتمنى تكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.